مدى سنوات طويلة ونحن مخدوعين في هذا الحديث الغير موجود أصلاً، والذي يقول أن المهدي لا يعرف نفسه وأن العلماء يعرفونه فيجبرونه على قبول البيعة وهو كاره. تحدث الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني حول قولهم هذا في بيان سطره بتاريخ 8 من شهر رمضان لسنة 1430 للهجرة الموافق 29 من شهر أغسطس لسنة 2009. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المهدي لا يقول أنه المهدي لأنه لا يعلم أنه المهدي، بل العلماء يقولون له أنه هو المهدي المنتظر فيعرفونه على نفسه بأنه هو المهدي المنتظر فيجبرونه على البيعة كرها. ثم يرد عليهم الإمام المهدي المنتظر وأقول: أيها العالم، هل أنت من خير الدواب الذين يعقلون أم من شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون؟ فكيف تؤمن بالحديث الحق الذي يفتيك أن الله هو من يبعث المهدي المنتظر في زمن الاختلاف بين علماء الدين، ومن ثم تؤمن بما يناقضه بنفي بعث المهدي المنتظر من الله؟ فهو لا يعلم أنه المهدي المنتظر المبعوث من الله، بل العلماء يخبرونه أنه هو الإمام المهدي المنتظر. فما يدري علماء الأمة أن هذا الرجل المهدي المنتظر خليفة الله فيصطفونه من بين البشر في قدره المقدور في الكتاب المسطور في عصر أشراط الساعة الكبر ما لم يبعثه الله الواحد القهار ويعلمه أنه المهدي المنتظر ويزيده بسطة على كافة علماء الأمة؟ وذلك لأن الله يبعث المهدي المنتظر على اختلاف بين علماء الأمة، ولذلك زده بسطة في العلم بيان الحق للقرآن ليجعله الله قادرا على استنباط الحكم الحق فيما كانوا فيه يختلفون، فيجمع شملهم فيوحد صف المسلمين بعد أن اختلفوا في الدين وفرقوا دينهم شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون، ثم فشلوا وذهبت ريحهم كما هو حال المسلمين اليوم. تلت على مسامعكم هذا الاقتباس إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.